يقول: مجموعة من رواد مسجد كان يكفلون أيتاما في بلد معين، وكانوا يعطون المال لأحدهم ليقوم بتوزيعه، فنشبت بعض الأحداث في البلد الذي يكفلون فيه الأيتام فتوقفوا، ولكن بقي مع هذا الوكيل المال، بعض المال في حساب بنكي، مع العلم أن هذه الأحداث مر عليها 8 سنوات، وبعض الكفلاء ترك الكويت ومنهم من مات، حتى الأيتام لم يعودوا معروفين، فماذا يفعل بهذا المال الآن؟ هل يعطيه لجمعية خيرية ويوقفه على الأيتام، أم يرده لأصحابه أي المال، لكن سيكون فيه صعوبة لأن تفرقوا؟ لا، هم ما أعطوا أيتاما معين، الذي يظهر أنهم ما أعطوا أيتاما معينين لكونهم أقارب لهم أو شيء من هذا أبدا، وإنما أرادوا كفالة أيتام، فهذا المال موقوف على الأيتام، هذا المال للأيتام، فإما أن يسعى هو بنفسه لكفالة أيتام في بلد آخر، أو يعطيه جمعية من الجمعيات ويشترط عليهم أن هذا لكفالة أيتام، ليس لطباعة مصحف ولا بناء مساجد ولا لأرامل، لأيتام، فيكون هذا المال موقوفا على هؤلاء الأيتام، والله أعلم.